طبعا النهارده او منذ قليل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر ترسل 5 طائرات عسكريه محمله بمساعدات طبيه الى سوريا وتركيا، وهذه اول لقطات لوصول الطائرات المصريه العسكريه محمله بمساعدات طبيه الى تركيا، وده نقلا عن وسائل الاعلام التركيه. دي اول لقطات لوصول الرحلات المصرية المحملة بالمواد والمساعدات الطبية والأدوية وغيرها إلى تركيا وإلى الشعب التركي الصديق. وطبعا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر أرسلت اليوم 5 طائرات عسكرية إلى سوريا وإلى تركيا. اللي قدام حضراتكم إحدى الطائرات العسكرية المصرية التي وصلت إلى أحد المطارات التركية، والتي عرضها قبل قليل، منذ دقائق قليلة، وسائل الإعلام عرضتها وسائل الإعلام التركية، وهي تنقل وصول أولى المساعدات المصرية إلى تركيا التي أمر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديمها إلى تركيا، وأيضا أمر الرئيس بتقديم أيضا مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى الشعب السوري الشقيق وإلى الشعب التركي الصديق. هذه مساعدات، جزء من المساعدات المصرية، 5 طائرات عسكرية أرسلتهم مصر اليوم إلى سوريا وإلى تركيا. ما نعرضه الآن هي إحدى الطائرات المصرية العسكرية التي وصلت إلى أحد المطارات التركية، والذي تم عرضه على عرض هذه اللقطات عبر وسائل الإعلام التركية قبل قليل. إذن مصر تبادر، وتحرك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم كل أوجه المساعدة والدعم الكبير لسوريا وتركيا في بعد هذه الكارثة وهذا الزلزال المدمر. وارتفعت الأعداد الآن في تركيا، الأرقام التي صدرت قبل دقائق قليلة 4500 قتيل في تركيا و 27000 مصاب. عدد الضحايا أيضا في سوريا وقتلى في سوريا يقترب حوالي 2000 واحد حتى الآن. كل هذه الأرقام